صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن. نهار اليوم تسود أحوال جوية مستقرة بشكل عام، باستثناء بقايا حالة من عدم استقرار الجوي قد تؤثر على المنطقة الشرقية وأجزاء من البادية الجنوبية، مع انخفاض قليل على درجات الحرارة لتسود أجواء ربيعية دافئة بشكل عام. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس صافي 27 درجة مئوية كحرارة أثناء فترة الإفطار المحسوسة، أيضا 27، الرطوبة حوالي 70%، والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون ممتاز. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأها بالمنطقة الشمالية. المفرق طقس صافي 30 إلى 16، إربد 28 إلى 16، جرش 29 إلى 17، وعجلون 26 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 28 إلى 17، مأدبة 28 إلى 16، البحر الميت 34 إلى 25، عمان 27 إلى 16، والزرقاء 30 إلى 18 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 27 إلى 18، نفس الحرارة في الطفيلة مع تفرق لبعض الغيوم، الشوبك 25 إلى 16، معان 31 إلى 19، والعقبة طقس حار مع 37 إلى 27 درجة مئوية. نختم جولتنا بالمنطقة الشرقية، حيث تسود أجواء غير مستقرة، تهطل بعض زخات من الأمطار، الأزرق 34 إلى 19، الصفاوة 34 إلى 18، ورويشد 34 إلى 20 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.